بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي عصر اليوم السباق العاشر لهذا الموسم والذي أقيم على كأس محافظ المحافظة الجنوبية وكؤوس شركة ألمنيوم البحرين ألبا وكأس مصر في السلام، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو ومعالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، ممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقام الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة بتقديم كأس محافظ المحافظة الجنوبية إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، فيما قام الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة ألبا علي البقالي بتقديم كأس شركة ألبا للشوط الثاني إلى المضمر الفائز جيمز نيلر، وكأس ألبا للشوط الرابع إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وكأس ألبا للشوط الخامس إلى المضمر الفائز فوزي ناس، فيما قدم خالد عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق بشركة ألبا كأس ألبا للشوط السادس إلى المالك الفائز محمد سالم الكواري، فيما قدم علي حبيب قاسم القائم بأعمال الخدمات المصرفية الخاصة بمصرف السلام البحرين كأس المصرف إلى نادر الجسمي.